هذا الدخول المدرسي بالنسبة لولاية خنجلة ريح يستقبل أكثر من يعني 122 ألف يعني تلميذ. نذكر كذلك أنه فيه ثانويتين، هذه اللي يعطينا الانطلاقة هي الأولى، الثانية متواجدة في بلدية قيس. رايحين كذلك نستلموا ثلاث متوسطات وثلاث مجمعات مدرسية، ثم سبعة يعني مطاعم مدرسية من بين العشرة. إذن كل هذا رايح بالطبع يقلص من الضغط اللي تعرفوا بعض المناطق تاع الولاية. بلغ عدد متمدرسي ولاية خنجلة هذه السنة 122349، عندنا في الطور الابتدائي 62665، في الطور المتوسط 40541، في الثانوي 19143.